ما بعد الموسيقى دي الموسيقى العربية، موسيقى يعني عربية شرقية، يعني التصوف، التصوف اللي هو تصوف الروح اللي يعني روحاني. أدخل الـ يعني أدخل الموسيقى اللي هي العربية، لأنه لقي الموسيقى العربية بتنعشيها والصف الروح. المنشد طبعا في الموسيقى العربية اللي هي الصوفية هو اللي بيوجه، هو اللي بيوجه الموسيقى، يعني زي هو ما يقول الموسيقى تمشي معاه، ما جايبينش يعني نوتة جارينها مع بعضيهم يعني بتاع وعاملين درسين حاجة، لا دي حاجة المنشد ربنا يتجلى عليه ويقول الحاجة اللي هو ربنا يفيض عليها بيه، والموسيقى تقول معاه هي والإيقاع.